مرحبا، هنحكي بروجي، هنحكي إلى السؤال اللي عادة بيكون التاني تقريبا بالامتحان الرسمي الأول اللي هو في عنا هيدا عادة هذا السؤال إنه هي بيكون هيدا expression اسمها expression بيسموها اللي بدهم إياه، هون هن مسمينها p of x وهيدا هي هلا غالبا هلا هذا الفورم مثل ما هو هلا منه هو الى حد ما اكسباندد ولكن منه كومبليتلي اكسباندد، منه كليا، وكمان ما في منه فاكتورايزد. ليه؟ لما كمان منه كومبليتلي فاكتورايزد، يعني منه فاكتورايزد، اكيد منه فاكتورايزد. وانا بقول انا بسميه جزئيا اكسباندد، وفينا نغض نظر عن الموضوع ما نسميه شيء، ولكن في احد الاسئله اللي بيجي تقليديا بيقولوا لنا فاكتورايز. ليش هيدا بالاول؟ ليش هيدا هو اكسباندد؟ لانه عندي هون عدد ناقص هذا كله عدد واحد. ليش؟ لانه هون عندي ضرب، هون في ضرب بين البارنتيسز والضرب اقوى من الناقص، معناتها هال2 ماينس اكس وهال اكس ماينس 4 هن بالحساب عدد واحد، وكانه في عندي بارنتيسز كبير هون هيك مثل براكت كبير قاعد هون وهون، يعني هون فاتح وبالاخر هون مسكر، لان هي معناته الضرب اقوى من الناقص. ساي على جنب هالفكرة. طيب هلا هون بالنسبة لهالسؤال، انت سألت قلت لي كيف في خلي 2 ماينس اكس، كيف في خليها تصير اكس ماينس 2، وسؤالك بمحله. هون بدي الفت نظر ل هلا او خليني أكد على صحة سؤالك، لأنه غالبا بالفاكتورايز بدي أسحب عدد موجود هون وعدد موجود هون، أوكي، عدد موجود هون بهاي كلها بهالمنطقة كلها وعدد موجود بهالمنطقة كلها. العدد المرشح إني أسحبه فعلا هون لازم يكون هو ذاته هون وكمان هو ذاته هون، ولازم يكون هيدا العدد هون تايمز شي، ولازم يكون العدد موجود هون تايمز شي. العدد اللي هون هو مبين x minus 2 times x minus 2، فإذا هيدي هون x minus 2 square هي x minus 2 times x minus 2. واحد من هال x minus 2 يات، واحد منهم هو بس بعتبره اللي أنا بدي أسحبه. مشان هيك أنت لفت نظرك هون، أنت منتظر إنه كمان بدك هون x minus 2 لحتى تسحبه. فهذا هو هذه هي خلفية سؤالك أنا بفترض. طيب هون كيف في يخلي ه2 ماينس اكس، كيف في يخليها اكس ماينس 2؟ قبل بدي الفت نظر لشغله، ه2 ماينس اكس اذا انا ه2 ماينس اكس هي ذاتها ماينس اكس بلس 2، لازم ما يكون عندنا كتير مشكله بهالفكره، هي ذاتها ماينس اكس بلس 2. ليه؟ لانه هيدي 2 ماينس اكس، طبعا كل شغله جوات البارنتيسز اللي هون واللي هون، كل شغله جوا هون، ما لي اي علاقه باي شيء برا. هذا 2 ماينس اكس هو ذاته ماينس اكس بلس 2. ليه؟ انا بقول مثلا a ماينس b هي ذاتها ماينس b بلس a، اكتبها وفيك تاخدها وتحفظها وتكون صحيحه 100%، فاذا هي ذاتها ماينس اكس بلس 2. بلاحظ انه بالنسبه للماينس اكس بلس 2 بلاحظ انه الماينس، بلاحظ انه عندي ماينس اكس بلس 2 وهون في عندي x minus 2 هي ذاتها plus x minus 2، كمان شغلة جوات البارنتيسيز هون، هي ذاتها plus x minus 2 وهون عندي minus x plus 2. لاحظ plus x minus x minus 2 plus 2، يعني وكأنه في عندي وكأنه اللي جوا مقلبين سيناتهم، يعني هو فعليا هيك ان اللي جوا مقلبين سيناتهم، يعني هيدي 2 minus x هي مقلبة سيناتها عن ال x minus 2 مقلبة. ونحن في عنا بعادة يعني ضمن سياقنا لما بنحكي بفاكتورايز او بالاحرى لما بنحكي بالاكسباند، غالبا اذا انا في عندي لك، انا رح اكتب هون شيء وهميا وانت لقطه لحالك، رح اكتب ناقص فرضا a minus b وسكر بارنتيسيز، فاذا ناقص فتحت بارنتيسيز a minus b سكرت بارنتيسيز، هيدا equal. اذا انا بدي اعمل expand فالناقص بده يفوت لجوا، فحيصير minus a plus b،
يعني ناقص بقلب ساينات، هذا اللي بنقصده. فإذا ماينس للبارنتيسيز اي ماينس بي هي زيتا ماينس اي بلس بي. هون ليش انا خطرت على بالي هالفكره؟ لانه الوضع اللي هون بالنسبه للجوات البارنتيسيز هون اي ماينس بي هي زيتا، يعني الاي ماينس بي كيف صار ماينس اي بلس بي، هي نفس الخبريه اللي هون. يعني انت عندك هون بلس اكس ماينس 2، هون عندك ماينس اكس بلس 2، فهي نفس الخبريه. معناتها شو؟ معناتها في فرق ماينس بيناتهم. يعني اوكي رح اسكت، ما حكي اكثر من هيك. طيب منتابع كيف يعالج المشكله. فاذا هيك انا بدي اقول لك شغله. هلا طبيعه الاعداد هون ب اكس ماينس 2 سكوير وهيدي الماينس لل 2 ماينس اكس اكس بلس 4، حيرا في كذا واجهه بيقدر الواحد يفكر فيها. واحد من الاوجه انا رح اقول لك رح خلي شغله جوات هيدا البارنتيسيز، ولك شو رح اعمل؟ رح العب خطه. هيدا البارنتيسيز اللي هون هيدا البارنتيسيز تاع 2 ماينس اكس رح اقلبه براكت، الي حق اقلبه براكت ومنا مشكله ابدا. وجوا شو عندي؟ عندي 2 ماينس اكس، او بلاك رح اقول لك رح اعمل شغله احلى. هي 2 ماينس اكس هون رح خلي البارنتيسيز هون، ولكن رح زيد عليه هيك اكراميه مني براكت. عرفت كيف؟ حطيت براكت وبقلبه في بارنتيسيز. هلا حتعرف ليش، لانه انا بدي اعدل شيء بهاي. هيدا هو ليش عم بعمل هيك. البراكت خليه براكت وما لي علاقه لا بالاكس بلس 4 ولا بالناقص ولا بالاكس ماينس 2 سكوير ولا بشيء ابدا. فاذا عندي براكت وبقلبه في بارنتيسيز 2 ماينس اكس. انا عم بفكر كيف بدي اوصل لك اياها بابسط طريقه ممكنه. اوكي لا غيرت رايي. رح اكتب على جنب هون، هيدي على جنب هون انا رح اكتب لك شو حاكتب. حاكتب 2 ماينس اكس هي مثل بلس اي ماينس بي، مثل الاي 2 والبي اكس، تساوي ماينس بارنتيسيز لشو؟ ماينس اي بلس بي. لازم ما يكون عندنا مشكله فيها هاي، قبل شوي حكيناها تقريبا نفس الفكره. يعني 2 ماينس اكس بكل بساطه بتساوي ماينس بارنتيسيز للماينس 2 بلس اكس. اوكي، وهي ذاتها على سطر جديد بتساوي كمان هي ذاتها ماينس بارنتيسيز، بدل ما اقول ماينس 2 بلس اكس رح اقول بلس اكس ماينس 2 او اكس ماينس 2. يعني صار عندي 2 ماينس اكس بيساوي، او انت اكتبهم طبعا، 2 ماينس اكس بيساوي ماينس بارنتيسيز اكس ماينس 2. اوكي اكس ماينس 2 جوات البارنتيسيز. هلا حارجع لهون، هيدي 2 ماينس اكس رح حول، انا هيك بدي خطر ببالي، بدي حول هالبارنتيسيز هون تاع 2 ماينس اكس بدي حوله لبراكت. شو عملت؟ حولته لبراكت، حولته. و2 ماينس اكس جيت بعدين شلتها وشو حطيت محلها؟ ماينس بارنتيسيز اكس ماينس 2. يعني صار عندي هون براكت كبير وجواته شو موجود؟ ماينس بارنتيسيز اكس ماينس 2. هول انت اكتبهم، انا قادر اتخيلهم، انت اكتبهم. وبالتالي هيدي بي اوف اكس بكتبها مثل ما هي ايكوال، بكتب اللي هلا اتفقنا عليه، على ثالث سطر بكتب ايكوال لاكس ماينس 2 سكوير، خليها اكس ماينس 2 سكوير. شو صار عندي هلا؟ صار عندي ناقص براكت، جواته كمان في ناقص وحده في اكس ماينس 2 ببارنتيسيز، مسكر البارنتيسيز، مسكر البراكت وفاتح بارنتيسيز ثاني على اكس بلس 4، اكس بلس 4. اوكي؟ هلا رح خبرك سر. انا لما بيكون في عندي مش سر، رح خبرك تكنيك تقنيه، مش سر تقنيه. هي التالي. انا اذا عندي ناقص، او اذا عندي فرضا اذا عندي ناقص لبراكت وبقلب البراكت كمان في ناقص وعندي بارنتيسيز مثلا
اكس ماينس 2 او اي رقم كان، مثلا اعتبر ناقص براكت ناقص 7 يا اخي، اوكي 7 وسكر البراكت، شو بيطلع الجواب؟ هي لازم انت تتخيلها كيف، لازم تتخيلها مثل ناقص ضرب ناقص، اوكي اعتبرها تقنية، او هي اصلا بنعرفها، نحن بنعرف لما يكون في ناقص برات البراكت وناقص جوات البراكت، وبشرط هالناقص لعدد شقفة واحدة مثل الاكس ماينس 2 او مثل السبعة، يعني كأنه السبعة انا هون خليته يحل محل الاكس ماينس 2، فبيطلع جوابه شو؟ ناقص ضرب ناقص وحدها في سبعة، ناقص ضرب ناقص شو؟ هي زائد، فإذا زائد 7. وبالتالي هون عندي نفس الخبرية، عندي ناقص براكت ناقص اكس ماينس 2 بالبارانثيسيس طبعا، بعدين بسكر البراكت، بعدين اكس بلس 4. هون عندك ناقص ضرب ناقص حيتحول لزائد، وبالتالي بتصير اكس ماينس 2 سكوير زائد البراكت فيك تطيره زائد، لانه ناقص ضرب ناقص، لانه ناقص برا برات البراكت وناقص جوات البراكت ضربناهم طير البراكت، صار زائد للعدد اللي هو الجوا اللي هو اكس ماينس 2، والاكس بلس 4 بتنزل مثل ما هي. هلا هون بدي الفت نظر لشغله، انا هون لما عملت ناقص ضرب ناقص ضربت الناقص هيدا اللي هون مع ناقص كان جوات البراكت كبير هون قاعد، وبقلبه في الاكس بقلب البراكت في ماينس للبارنتيسيز اكس ماينس 2، واكس بلس 4 قاعد على جنب، فإذا أنا هالماينس خليته يضرب بشو؟ خليته يضرب بس بالجوات البراكت، ما خليته يضرب بالاكس بلس 4، وهذا شيء طبيعي وما لازم نتلبك فيه. ليه؟ لأنه أنا لما بكون في عندي ناقص عم يضرب شيء بفوت الضرب مرة واحدة، ما بفوت مرتين. ليه؟ لأنه في هون ضرب كمان، فهون يكون عندي ناقص لعدد اللي هو براكت مثلا ضرب parentheses او ضرب شيء، فالناقص بضربه مره واحده، يا بفوت على البراكت يا بفوت على الاكس بلس 4. اذا فوتوا على البراكت هون مساقبه، طلعت ناقص ضرب ناقص صار زائد، خلصت القصه، حطينا زائد. لو بدي فوتوا هون على الاكس بلس 4، انا عم بحكي خلص، هو تقريبا هلا صارت خالصه، انا هلا جاوبتك على السؤال وصرنا صرت تعرف كيف بدك تكتبه، بس انا هلا عم كفي. فهذا الناقص اذا انا قررت اني فوتوا على الاكس بلس 4 فيه، وحيفوت يحيله بالساينات جوا، وحيصير ماينس اكس ماينس 4. بس بدك تنتبه هون لما راح الماينس وفات على هاي، انتبه العلاقه بين الاكس ماينس 2 سكوير بين هالبارت هيدا والشعب اللي موجود هون، العلاقه بيناتهم هي علاقه ناقص وزائد، وبالتالي لما انت بتشيل ناقص لهون شو بده يبقى؟ مش ما تقول ما بيبقى شيء، اذا ما بيبقى شيء يعني صار في ضرب، يعني صار عندي مثل بارنتيسيز هون مثل هيدا اكس ماينس 2 سكوير، ما في شيء يعني كانه في ضرب للشعب اللي هون، هذا غلط. العلاقه بدها تضل بين الزائد والناقص، فهون بصير عندك زائد والناقص بفوت على الاكس بلس 4. طبعا هذا شيء من عندي برات السؤال. هلا جاوبتك على السؤال، يعني انا جربت اني اقرب لك اياها بابسط طريقه، في كتير طرق بالتفكير وكلياتهم بالحقيقه جوهر واحد، ما في هو بالحقيقه بيناتنا ما في اختلاف بين طريقه وطريقه، مش هالقد يعني في اختلاف، بس انا كنت عم جرب بسط لك اياها قد ما في. بتامل تكون جاوبت على السؤال، اذا في شيء مش واضح يبقى خبرني. السر اللي كنت بدي اخبرك اياه هو انه الناقص لما يكون في عندي ناقص وبارنثيسيز او بقى ناقص وخدها هون، خد السر هون بكل بساطه، انه ناقص وعدد هون وعدد هون بكل بساطه، الناقص هو السر، انه هذا الناقص هو بالحقيقه هو ناقص واحد ضرب، الناقص هون هيدا الناقص هون بهالمنظر هيدا هو ناقص واحد ضرب، يعني هو ناقص واحد ضرب 2 ماينس اكس ضرب اكس بلس 4. ومن هون جت فكرة انه الناقص بفوت مرة واحدة ما بفوت مرتين، لانه انت اذا عندك فرضا مثلا دي تايمز اي تايمز اف، اذا عندك دي تايمز اي تايمز اف، فانت دي بفوت مرة واحدة، يا بفوت على الاي يا بفوت على الاف، ما بفوت مرتين، هذا غلط، ما بفوت مرتين، بفوت مرة. مشان هيك من هون اجت فكرة انه الماينس بفوت مرة واحدة، فيا حيفوت مرة واحدة لهون على 2 ماينس اكس، يا بفوت مرة واحدة على الاكس بلس 4. اوكي، هلا هون التلميذ العادة هيك اللي بباله هاي الفكرة، انه فكرة الماينس بده يفوت مرة واحدة يا على 2 ماينس اكس يا على الاكس بلس 4، دغري بفوت الماينس حقيقة لهون على 2 ماينس اكس وبيقلبهم،
فإذا فوت الماينس لهون صار عندي ماينس 2 بلس اكس جوات البارانثيسيز. ولكن بدنا ننتبه، العلاقة بين هذا الشعب اللي هون وبين هذا الشعب اللي هون هي علاقة ناقص وزائد، معناتها إذا الناقص فات على 2 ماينس اكس لازم نحط محله زائد، وبالتالي هيدي هي أسرع طريقة بيناتنا، هي أسرع من طريقة تحط براكت وهيك، بس أنا هديك كنت عم مهد لك لقلة، عم بوصل لك الفكرة شوي شوي. فأفضل أسرع طريقة هي هاي اللي عم نحكيها هلا، هي تحط equal x minus 2 سكوير زائد x minus 2 اللي هي بالحقيقة يعني إنه minus 2 plus x هي ذاتها x minus 2 ومضروب بالx plus 4. إذا في شيء مش واضح أبقى خبرني وإن شاء الله تعملوا منيح بالامتحان.